الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ابقوا في أماكنكم، لا تتراجعوا، لا تغادروا أماكنكم. يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع رؤساء المدينة لملاقاتنا، ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. شرار عيون عرفونا لهدار الحرب كل العيد يعرفون لما ندخل حامل حمزة شرار عيون. وهذا علي أخو وابن عم رسولك، خذ أنت بيده يا الله وانصر على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر، انظر سوف نبيدهم، ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا. ما صارت هوس سافرت جز وسط الزلم بغيرته ناموس، بيوم طبح در علي بالحومة صارت هوس سافرت جز وسط. أقسمت عليكم بالله، أخبروني هل بينكم رجل سواي في خلال حرب الخندق حينما كان يصرخ عمرو بن ود وينادي ويطلب مبارزا وكانت أعين الجميع قد جحظت من الخوف، قد برز للقتال دون أدنى تردد، ورسول الله يقول اليوم قد خرج الإسلام كله لمبارزة الكفر كله، ومن ثم يقول إن ضربة علي يوم الخندق هي أفضل من عبادة الثقلين. لا والله يا علي، كل هذا لك أنت. أقسم إن ما تقوله حق. انظروا جيدا الآن، فقد خرج الآن الإسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله. علي؟ علي بن أبي طالب؟ ها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 ه
يا رب، ليس على الأرض الآن سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها، وليس غريبا أن يخرج محبوك الغرباء هؤلاء إلى المواجهة كي لا يكون لأحد سواك مكان في القلوب. لقد أودعتك عليا على هذه الحال، فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببركتك. نحن لا نهرق دم أحد، عد إذن إلى قبيلتك، أغمد سيفك الآن، فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق. هل تعرفني جيدا؟ نعم أعرفك جيدا، وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذن أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة. يا أبا سفيان، هذا الفتى قد وضعني أمام ثلاثة خيارات، فإما أن أسلم وأتركك وحيدا، وإما أن أقاتله. إذن ابق مكانك كي ترى بعثنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس. لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك. الذي يشعر به فرس مقطوع القوائم. أجل يا فتى، أرحني من هذا العار الكبير، فلم يرى قط إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض. اقطع رأسي. أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي. أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر، كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد ند لي سوى علي. لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاء أمري لتريحني من ألمي ونظرات القوم إلي باستهزاء. نحن أهل البيت، ليس لدينا شيء إلا في سبيل الله. وقاحتك أثارت غضبي، إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضايا على رضا الله.
تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي، والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسم الله. إلى أين تفرون أيها الجبناء؟ عليكم أن تقاوموا. إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقلين. علي! علي! اسمعني جيدا يا ابن أبي طالب، لقد ازداد حقد عليك أكثر. انتظر إلى أن تتذوق طعم ضربتي، سأكون ندا لك بعدما فعلته. هل سمعت ما قلته؟ سأكون ندا لك بعد هذا. لما أبو سفيان مغتاظ منك هكذا؟ كان عليه توجيه هذا الكلام إلى رسول الله. إن لم تكن لدى أبي سفيان رغبة في القتال، فإن لديه قلبا كبيرا وأسود كما إبليس، سيبقى متربصا بي وبأتباعي ما دامت الدنيا قائمة. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد بينكم رجل غيري بحيث إن رسول الله قد قال في حقه: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا كافر؟ صحيح، صحيح ما تقول، دون أدنى شك إنه كلام واضح. لا والله، لا والله، لا والله يا علي، هذا الكلام موجه إليك. ما قلته الآن صحيح يا علي. أبو الأسود لم يعد يهوديا، أنا مسلم الآن، مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا سوف أرسلك إلى الجحيم. اخرس. وهذا لكم، أولستم جائعين؟ كلوه، لا يهم إن كنا أشد جوعا منكم، هذا لأن لدينا الحارث ومرحب. يا محمد، كن عاقلا ورحل من هنا بسلام. هنا خيبر، هنا ليس الخندق، هنا ليس أحد وليس بدر، هنا خيبر بعشرة آلاف من الفرسان البواسل. أسمعت ما قلته يا محمد؟ أنقذ نفسك واذهب من هنا. أنصحك بالذهاب من هنا بسرعة.
وإلا فسأضربك ضربا لا تنساه أبدا. يا محمد، إن كان لديك محارب فادفعه لمواجهتي. أقسمت عليكم بالله، أخبروني في حرب خيبر عندما تراجعتم جميعا وهربتم من المعركة، ألم يقل رسول الله لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن الله سيفتح القلعة على يديه؟ أجل يا علي، أقسم بالله إن الأمر كذلك. أحسنت أيها البطل. قلق من محمد يا حارث؟ انظر إلى تصرفه اليوم، يقف مع الجند وحيدا والراية في يده. لا تقلق، هذه القلعة تختلف عن القلاع الأخرى، فنحن أكثر كفاءة من جند محمد من عدة نواحي. لكنهم استولوا على 5 من قلاعنا. هذه كل قوة محمد التي تراها. نحن 8 أضعاف قوته مع السيوف والرماح والنبال وأمل كبير أيضا، ومع كل ذلك فما زال سيف مرحب في غمده. أخبرني، هل ظهر منافس لي ولمرحب حتى الآن؟ يا حارث، لقد شاركت في الكثير من الحروب وقد طرحت الكثير من الجنود أرضا، والآن فإن أنظار الشعب اليهودي مشدودة نحوك. أين هو علي؟ لا أرى عليا. إن عليا ليس في وسط الجنود، رأيته مرة وهو يخبز الخبز للجنود يا رسول الله. ألم يكن هنالك من يصنع الخبز للجند غيرك؟ لقد أرسل رسول الله في طلبك. إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. إن محمدا قد أرسل في طلب علي. علي؟ أجل، علي، علي ابن أبي طالب. علي ابن أبي طالب. أقسمت عليكم بالله، ألم يقل رسول الله صبيحة ذلك اليوم ائتوني بعلي، وقد أتيت في خدمته برغم رمد عيني. عزيزي علي، هذه القلعة ما زالت قائمة، خذ ما شئت من إخوانك الجنود معك وافتح باب هذه القلعة. دعواتنا لك بالنصر. ما
يا رب، إن هذه الأيدي تطلب منك النصر فلا تردها خائبة. يا حارث، ألم تكن تطلب مبارزا؟ ها أنا ذا، علي بن أبي طالب، ربيب محمد رسول الله. لقد اختارت أمتي اسماً آخر لي. أنا هو الموت، وأنا هو حبل الإلفة ما بين الأرض والسماء. من ذاك الذي سيقف أمام سيفي ورمحي؟ سمعت خطابك يا حارث، هل من سبيل آخر غير السيف؟ سأخبرك بما هو صلاحك مجدداً يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وأن لا تهرب من أمامي مثل قومك. أهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة. جرد سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك، تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. ومصيبتا يا حارس، عودوا إلى داخل القلعة، أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا، عودوا وأحضروا الحارس إلى هنا. ثم مسح النبي على عيني فشفيت، أعطاني الراية بيدي، ومن ثم هجمت فصرعت مرحبا والحارث الخيبري، واقتلعت بوابة القلعة من مكانها، وفتحت الطريق أمام المسلمين. كلامك صحيح يا علي،
حصل ذلك. أعاد للهرب ثانية. إن أخبار أبي إسحاق كلها متشابهة. خافوا فهربوا، قتلوا جميعا. يا كبيران. يا سيدي حارث، لقد وقع. قلت وقع حارث؟ وقع وقع وقع، لقد وقع. الويل لنا، يا ويلاه، يا مصيبتاه. قلت وقع يا أبا إسحاق؟ مخبر كثيرا. ومن كان الضارب؟ علي. علي؟ علي؟ علي بن أبي طالب. علي؟ يا ويلاه، يا ويلاه. جرح الضربة الأولى. أطلب إحضار بسة حربية، ولا أريد فرسا. أين أمك لكي تكون معك؟ نائم بشكل كأنه لم يكن حيا ذات يوم. مرحب هو أمل الخيبريين، وأنا أعرفه مقاتلا كبيرا، وما أرجوه هو أن يسمع كلامي الصادق وألا يهدر دم نفسه دون مبرر. سأمحو نسل هؤلاء القوم عن وجه الأرض. سأمحو نسل هؤلاء القوم عن وجه الأرض. أنت من قتل أخي الحارث ابن أبي زينب الخيبري؟ منحته الأمان لكنه أصر على ذلك. قلت له إن أسلمت فأنت منا، وهذا ما أقوله لك. أنا؟
أنا أصبح مسلما؟ أنا أشرب دماء المسلم. أصبح مسلما؟ كل الأديان الإلهية امتداد بعضها لبعض، بعضها ضد بعض. الخط الذي بدأ بآدم ونوح وموسى وعيسى ينتهي وصولا إلى محمد في النهاية. دع الكلام يا علي وتقدم نحو إن كنت فارسا. خيبر تعرف أنني مرحب مشبول على حب الحديد، والبطل المحارب ذو الباع الطويل. استلوا سيوفكم الحاد من أغمادها، وانظروا كيف أطعن بالرمح وأضرب بالسيف. إن كنت متعطشا لدمائنا فإن إلفة تجمع فيما بيننا. نحن وأنتم على خطي نقيض. طرق الأنبياء كلها واحدة. لا تقل عبثا، فطريق نبينا موسى مختلفة. نبيكم موسى هو نبينا نحن كذلك. إن لكم دينكم ولنا ديننا.